ايوه يا منى، الله يعطيك العافية، الله يعافيك. وبشكر هالفضائية الشريف الوطنية النزيهة، وبشكر ضيفك الدكتور علي المواطن الشريف. أنا إلي عتب عليه إنه ليش مش ليل نهار يا دكتور علي، نحن محتاجين لأمثالك بهالوقت العصيب، بهالوقت بهالمؤامرة اللي عم بتمر على بلدنا. أنا بطالبك وبناشدك بأمانة الله تكتر طلاتك، نحن محتاجين للوطنيين بهالوقت، الشرفاء اللي بحبوا الأرض وبحبوا المواطن واللي مؤمنين بالإصلاح، الإصلاح على قدم وساق ماشي. شو بدكم؟ شو مطلوب من قيادة، من السيد القائد؟ شو مطلوب؟ ناطرين بس مطلوب منه ينزلنا ثلج وبرد؟ شو مطلوب؟ اتقوا الله بسوريا. ما رح احكي كثير، رح احكي عندي كم بيت عن سوريا الغالي، عندي قصيدة اسمها أم الفقراء. تفضلي. شو سر التربة السورية فيها عز وكبرياء، وميتها صافي نقي، ميزتها حب وصفاء، ولقمتها نظيفة هنية، طعمتها كرم وسخاء، والطيبة مغروسة بأحلى، بهواها بجبلة بسهلة، والبركة بالمعيشة وبالكرامة والعطاء، عيشتنا أحلى عيشة، بوفرة في عنا الغذاء والمدارس والمشافي، مأرخص عنا الدواء، عنا خيرات كتيرة. احمدوا الله يا شرفاء، وبواب مشرعها الرب للفقير وللضعفاء، والطبابة مجاني للضيف ولابن الدار. اسألوا الجيران الزوار شو بيحكوا عن بلدنا، وشو بيحكوا عن قائدنا، وشو بيقولوا عن بشار البي الحنون الأمين. بدو يانا متحدين تيخلي سوريا جنة، ويحول ليلة لنهار، سوريا أم المسكين حنوني وبقلب دين. يا حاف يا حاف يا حاف يا حاف، تسرقنا الغفلة ونشعر بوجه سكين. الوطن غالي بده رحمة، واسع لكل الغاليين، وبصرختين بتنادي سوريا عم بتنادي، يا ولادي يا أحفادي أماني لب النداء، يحفظكن رب السماء. لا تردوني يا أبناء سوريا أم الفقراء، بشكركم. شكرا يا منى، شكرا. صح لسانك يا خنساء السويدة، صح لسانك يا صخرة العروبة، صح لسانك يا بنت معروف، صح لسانك يا أهل الشيمة والكرامة والمروة والشجاعة والبطولة، يا أهل يا أهل السويدة. إي والله ونعم، والله ونعم، والله ونعم، والله ونعم. يا خيتي هم لا يعرفون، لعنة الله عليهم لا يعرفون يا خيتي. والله طلع واحد منهم يمشي يعمل متظاهر، يرفع ايده يقول مو حرام ربطة الخبز ب15 ليرة. قام نكشوا واحد قالوا يا ابن الكلب، ربطة الخبز بالدول المجاورة ب60 ليرة، اسكت فضحتنا. اذا فاصل قصير ونعود.